شوف كان عملو كلشي الملابس الرياضية بجميع الأصناف ديالها، كيكون عندنا التصنيع تاع الأدوات الرياضية. خمس سنوات ومتعاقد معنا، وتلقت أول وهلة للشباب المغربي، قال لهم ضروري يلبسوها النصارى واللي يلبسوها ناس قبل منا وتتشهر عاد لبسوها حنايا. كانوا جاو عندنا لهنا وشافوا لي ماتير، شافونا فين كنخدموا، الفرق اللي بغيو برشلونه، ريال مدريد، مانشستر سيتي، يمكن هادشي يجي نضحك، ولكن واحد الوقت ماشي نوصلوا لهم ان شاء الله. المواطن خصو يتيق في المنتوج المغربي، كاينه كفاءه. كي كنت في المدرجات كنت كنبيع ملابس فريق اتحاد طنجة، ونفس ايضا كنت صديق ديالي حسام سبور اللي صاحبي والاخ ديالي، وكنشكرو في المنبر اللي شجعني هو في البداية، قال لي ادخل كذا وكذا، والحمد لله مشات فكرة وزايدين بها. مدينة طنجة معروفة بقطع النسيج، علامة تجارية كبرى عالمية كتخدم في طنجة، والحمد لله كانت واحد المادة خام. كنعملو كلشي الملابس الرياضية بجميع الأصناف ديالها، وإن شاء الله أنا في إطار تدريجي باش يكون عندنا التصنيع تاع الأدوات الرياضية. الأندية اللي متعاقدة مع بيسبور كاين نادي رجاء بني ملال، وداد فاس، الجمعية السلوية، اتحاد طنجة لكرة السلة، اتحاد طنجة لكرة الطائرة، المنتخب الوطني المغربي لكرة الطائرة، يعني خمس سنوات هو متعاقد معنا، وكنشكرو مدام بشرى في هذا المنبر ديالكم أيضا اللي تلقت في أول وهلة للشباب المغربي. كاين نادي اف سي نواديبو بطل موريتانيا، نادي نادي الكدية، نادي كينغ نواكشوط، نادي على ما أظن الساحل، المنتخب الموريتاني، منتخب جيبوتي، منتخب جنوب السودان، بعض المدارس في الكروية في فرنسا، مدرسة بايبن، مدرسة افينيون، وكاين عدة وفريق سويسري لكرة الطائرة، وويليامز فيل الايفواري لكرة القدم اللي كيحتل المرتبة الثانية في الدوري الكوت ديفوار، وكاين عدة أندية في وطنية ولا في إسبانيا في الهوات. الفرق اللي بغيو برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، يمكن هادشي يجي نضحك، ولكن واحد الوقت ماشي نوصلوا لهم إن شاء الله. الفرق العالمية هذا هو المبتغى ديالنا، نكونوا حتى حنا محتضنين لهم. صعوبات كما كنقولوا كجول الشباب هما صعوبات كبيرة، ما كتبرش الطريق مفرشة بالورود ولا شي حاجة، كلشي كيغلق لك البيبان في وجهك، والسيولة المالية حيت هاد الدومين لحد الآن باقي كنعانيو، ولكن بالعزيمة والإرادة راه تحقق المبتغى ديالك. الشباب المغربي الحمد لله عنده ما يعطي، خصك تعطيه فرصة ويعطيك ويعطي يفجر الطاقات ديالو، والسر كيبقى سر. حنا كنخدمو كأسرة داخل الإدارة وداخل المنظومة ديالنا، كنخدمو كأسرة، وخا جبرنا عوائق عوائق كبيرة وكتجبر مسؤولين، ما كاين لا دعم مادي لا دعم معنوي، بحكم بأننا حنا كنسوقو اسم المغرب دوليا بالخصوص القطاع الناسج. حنايا كنقولوها علانية ماشي غرور ولا شي حاجة، تايقين في راسنا حنا الهدف ديالنا هما نفسو الشركات العالمية كماركة مغربية عربية إفريقية، تدخل تشارك نحتلو دائما بين ثلاثة الماركات العالميين، هذا مبتغى ديالنا. وفي المخطط ديالنا على المدى القريب ولا على المدى المتوسط كنفكروا يكون عندنا فروع، رغم احنا باقي في البداية، ونأكد عليها احنا باقي في بداية المشوار اللي كاين صعوبات كبيرة كتواجهنا، من الصعوبات المالية حيت انا ماشي نجيريو هاد لي سيكسيون اللي ماشي تقول لي ولا هادو خصهم واحد السيولة مالية كبيرة، لكن رغم هيدا ماشي كنقول بأننا ما كاين سيولة ماشي نخدمو شي، بالعكس راه باقي ماشي نعطيو ما أكثر ما عندنا. التعاقد ديالنا ما كانوا مع عدة المنتخبات قبل الكان، كانوا عندنا بزاف، وحكم بأن بلد مجاور لنا وعدة علاقات اللغة القرابة، كان عندنا اتصال مباشر بسي أحمد ولد يحيى اللي كنشكرهم هذا المنبر، واحد الإنسان بكل صراحة عنده واحد العقلية
حقيقة متفتحة، وفعلا هو كما هو مرشح في الكان دابا، انا مأكد ديك السيد يطلع الكاف، هو مرشح، هو داك الكاف، انا مرشح الكاف راه ماشي يعطي واحد اضافة كبيرة الكرة الافريقية، حيت هو بيدو في البداية جاو انتقادات، قالوا له كيفاش الماركة ماشي معروفة، الشارع الرياضي الموريتاني، قال لهم واحد الجملة شهيرة انا كنسميها، قال لهم ضروري يلبسوها النصارى واللي يلبسوها ناس قبل منا وتتشهر عاد لبسوها حنايا. وفعلا كانوا جاو عندنا لهنا وشافوا لي ماتيير، شافونا فين كنخدموا، شافوا ارتاوا وارتاحوا وخدموا. من بعد جاو منتخبات افريقيه اخرى، منتخب جنوب السودان، منتخب جيبوتي، وكاين منتخبات قريبه. اللقاء جا كما يعرف الجميع هو بمناسبه افتتاح متجر رسمي ديال ابي سبور وجامعه الاتحاد الموريتاني لكره القدم، بشراكه بحكم باننا هنا شراكه معهم، افتتحنا مجموعين هاد واحد بوتيك بمواصفات عالميه. كانت زيارة ديالو في احتضنت كأس إفريقيا للشباب، وجا عندنا زيارة وافتتاح رسمي للمحل، وتفاجأ بأن كاينة ماركة مغربية، حنا هما الشباب، ماركة إفريقية، ماركة عربية، وبيدو تفاجأ في هادشي وشجعنا بكل صراحة وقالنا واصلوا العملية لكم وحنا باغيين الشباب. كنا تفاجأنا وفي نفس الوقت الكلام ديالو يسجل الصدر، وبلغته انا الزملاء ديالي اللي في الاداره، والحمد لله كان واحد الدعم معنوي كبير كبير لينا. ان شاء الله الاهداف المستقبليه ديال ابي سبور هي كما قلت نفسه ندخلوا للعالميه، كيف ندخلوا للعالميه باش كاس العالم المقبله نكونوا حاضرين فيها، محافل الدوليه، الالعاب الاولمبيه نكونوا حاضرين فيها، نمثلوا بلادنا، نرفعوا الرايه بلادنا، ندخلوا بين احسن ماركات عالميه، هو الهدف ديالنا المبتغى. رغم من ما بنقولوها، رغم حتى واحد ما كيدعمنا، حتى واحد ما كيعطينا شي حاجه، وفي نفس السؤال ماشي نعطي رساله للشباب، المنبر ديالكم يتكلوا على حتى واحد، الدوله ما عطاتنا شي، ام عملتنا شي. اذا بقينا حنا على ديك العقليه انا باقي متسكين في الرصد الحومه، باقي كنشوفه بنادم يسبب، وبالاصرار والعزيمه وبرضات الوالدين الانسان يوصل. مسالك الوطني في المغرب نقدر نقول لهم في المغرب كاين كاليتي، كاين كاليتي وخلاص، كاين كاليتي وما كاينش كاليتي على حسب القدره الشرائيه. اذا كاين الجوده واللي ما بغاش الجوده كاين عطى السوق ماشي الجوده، وكاين الجوده لان في المغرب اكبر شركات العالميه كتخدم في المغرب، بالثوب المغربي، باليد العامله مغربيه، بخيط مغربي، منتوج 100% مغربي. كتمشي لاوروبا لي كرون ماغازان كتجبر ماد ان موروكو، وانا كنقول لكم هما كيتخدم كلشي 100% منتوج كيخرج منها، ولكن بياسه واحده ما كتدخلش ما كتمشي وكترجع في ليمول كتجيب راهي كتباع. المواطن خصو يثق في المنتوج المغربي، كاينه كفاءه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.